معكم الأخوة الحضور، نرحب بكم في جمعية تاريخ وآثار البحرين الموسم 66. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية، وأود أن أقدم شكرنا نيابة عن مجلس الإدارة إلى كل المساهمين والداعمين ومؤسسة الأيام والأخوات والأخوة المشاركين في هذا الموسم، وأشكركم جميعا لحضوركم ودعمكم والذي هو في الحقيقة السبب الرئيسي في استمرارية هذه الجمعية وعطائها الذي هو غاية مجلس الإدارة. وأشكر لجنة مجلد دلمون برئاسة السيد عيد القحطاني ولجنة البرامج برئاسة الدكتور عبد العزيز الصويلح على الناتج الجيد اللي أمامكم جميعا. كتيب المعلومات وجريدة دلمون في إصدارها الجديد. لا أنسى أن أخص أيضا بالشكر الأخ حسين والأخت مها والسيد لينو بوبال على أعمال السكرتارية، وكذلك السيد حسن كوتي لرعاية المبنى وخدمات البريد. فقط حبيت أقول لكم عن الكتيب كلمتين. الصفحة الأولى اللي هو الغلاف هذه شيء رمزي، المحضر الأول لاجتماع بلدية المنامة، والصورة الخلفية هي صراحة أول مدرسة نظامية في البحرين لا أحد يذكرها، اللي هي مدرسة جوزف البلوط 1889 في مدرسة عاشة أم المؤمنين، أسستها زوجة إيمي زويمر زوجة القس زويمر، وهذه صورة للطلاب، يعني كل شيء موثق، وفي بالداخل في معلومات شوية أكثر. الآن نفتح موضوع المحاضرة الأولى اللي هو بلغريف مذكرات وصور. إشكالية الحديث عن بلغريف إشكالية كبيرة صراحة، يعني أما أنا أتكلم عن الرجل بلغريف الحاكم مثل ما سموه الطاغية والمستعمر، أو أتكلم عن بلغريف الإنسان، أنا راح أخذ الإنسان، ما لي علاقة بالمواضيع السياسية اللي تخص بلغريف، يمكن أن نلاحظها شوية في بعض المعلومات، إنما راح أتكلم عن الإنسان، ولذلك أنا ما راح أبرر كل ما قام به من مشاريع أو إنجازات أو إخفاقات، ولست هنا للتأييد أو التشكيك في القوانين التي أتى بها، أنا هنا فقط لأتابع من خلال يوميات بلغريف قراءة لما تعنيه الصورة والزمان والمكان. لذلك حاولت أدمج بين المذكرات مالته وبين الصورة في نفس الفترة الزمنية، فتعود بنا هذه إلى البحرين القديمة، إلى المنامة القديمة، إلى المحرق، إلى الأحداث اللي صارت في فترة بلغريف. الصورة نفسها إلى جانب المذكرات تعتبر وثيقة، ففي تزاوج بينهم في نفس الحدث في نفس الوقت. من أجل فهم هذه الشخصية التي كان لها تأثير الكبير والمباشر في مجتمع البحرين ثلاثة عقود، 30 سنة 1926-1956، سوف أبدأ بالخلفية التاريخية التي أدت إلى وصول بلغريف إلى البحرين. في جريدة التايمز اللندنية في 7 أغسطس 1925 ينزل إعلان في الصفحة الأولى في العمود الرابع، يقول: مطلوب شاب محترم يكون سن بين 22 إلى 28 سنة، خريج مدرسة أو كلية ومؤهل جامعي للعمل في دولة شرقية براتب مغري، على أن يكون المتقدم يتمتع ببنية مناسبة وصحية مع وجود ما يدعم الطلب من مصادر عالية، مع مقدرة في تعلم اللغات، على أن يقدم الطلب إلى صندوق بريد S501 جريدة التايمز EC4. هذه كان أول إشارة لبلغريف قبل ما يجي إلى البحرين. ما هو السبب وراء هذا الإعلان؟ وكيف نشر هذا الإعلان؟ وكان مدفوع من حكومة البحرين من المرحوم صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى. من بداية 1920 حرص الإنجليز في الهند ولندن على إنجاز استقرار سياسي في البحرين. بعد هذا
حدث بثلاث سنوات في مايو 1923 عزل المقيم السياسي البريطاني في بوشهر الشيخ عيسى بن علي وحاليا ابن الشيخ حمد قائم بأعمال الحاكم إلى أن توفى الشيخ عيسى بن علي في 1932. الشيخ حمد أصبح الحاكم الفعلي للبحرين. السياسة البريطانية كانت عندها استراتيجية للبحرين، انقسمت هذه الاستراتيجية إلى قسمين، القسم الأول قبل 1920، القسم الثاني بعد 1923 إلى 1972. في الفترة ما بين 1919 و 1926 عينت حكومة الهند البريطانية معتمدين اثنين في البحرين، الميجر هارولد ديكسون من نوفمبر 1919 إلى 1920، والميجر كلايف كيرباتريك ديلي من يناير 1921 إلى سبتمبر 26. وكانت الفترة المذكورة بين 1919 و 1926 أهم فترة في التاريخ السياسي للبحرين بكل أحداثها، والتي أدت إلى وضع سياسي جديد كان نهاية للجزء الأول من الاستراتيجية البريطانية الغير معلنة للبحرين وبداية الجزء الثاني. في الفترة المذكورة كانت القرارات تتخذ في بومبي، لندن أو بوشهر أو دار الاعتماد في البحرين، أما الفترة التالية كان يجب أن يكون القرار محليا صادرا من رجل يشتغل ضمن جهاز الدولة في البحرين. ولذلك قررت السلطات البريطانية أن تأتي برجل بريطاني يكون مستشار لحاكم البحرين أو لحكومة البحرين، على أن تتمكن السلطة هذه بدون تدخل بيت الدولة أو المقيم السياسي أو حكومة بومبي في الأمور مباشرة، تتمكن من خلال هذا الشخص أن تعمل ما تريد. فمن هنا جاء الإعلان إلى بلغريف في لندن. لما نتكلم عن مذكرات بلغريف لابد أن نعرف أن بلغريف ابتدى يكتب مذكراته من 1912، يعني قبل ما يجي البحرين ب 14 سنة. وهذه الصورة اللي يشوفونها حسين، هذه رسمه هو لنفسه ودفتر مذكراته من 1912. اتقدم للإعلان في الصفحة شاب بريطاني يدعى تشارلز داراليامبل بلغريف، وكما يقول فأنه درس في مدرسة بيدفورد، هذه الرسالة اللي قدمها جواب للطلب، ولينكولن كوليج في أكسفورد، وأنه عمل في فرقة الهجانة في الحرب العالمية الأولى في السودان ومصر وفلسطين، وكان عضوا في حملة دارفور في 1915 ومنحت له ميدالية السودان. بعد الحرب نقل إلى واحد سيوة على الحدود الليبية للمساعدة في الإدارة، وبعدها المدير الإداري في تنجانيقة 1924 إلى 1925، وكان جده الأكبر القائد البحري أو أدميرال جيمس ريتشارد دارسيس، قائد سفينة صاحبة الجلالة في 1812. بلغريف يتحدث العربية من شغله في مصر وفي السودان وفي فلسطين، وعلى معرفة تامة بقانون المستعمرات القضائي، هذا كان من ضمن المتطلبات، وعمل في مواقع إدارية ويجيد اللغة السواحلية والفرنسية. بعد عدة مقابلات مع شخصيات حكومية في لندن والمقيم السياسي البريطاني أثناء إجازته في لندن اللي هو كان فرانسيس بريدو، تمت الموافقة عليه، ووافق في رسالة منه إلى المقيم السياسي في 11 سبتمبر 1925 على العرض المقدم من حكومة البحرين. بلغريف قبل أن ينتقل إلى البحرين التحق في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية فقط لتطوير اللغة عنده لمدة 3 شهور، وأقام معرض للوحات الفنية أغلبها اللوحات اللي رسمها في سيوة
لكي يحصل على مبلغ يتمكن من أن يتزوج خطيبته اللي هي مارجوري ليبل باريت. هذه رسالته أيضا اللي أكد فيها شخصيته. هذه رسائل من المقيم السياسي أبل كريف. هذه صورة الزواج، هذه أول مرة تطلع الصورة. لما ابتديت أنا أبحث المذكرات حبيت أزوج الفكرة أو بالكلام بالصور، فهذه طلعتها من بريطانيا. وكما يبدو أن الخيم اللي واقف فيه بلغريف كان فقير، يعني يضطر يبيع لوحات عشان يتزوج. منذ أول يوم وصل بلغريف إلى البحرين في مارس 1926 ومع زوجته، أوكلت إليه الوظائف التالية بأمر من حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة: رئاسة الشرطة، المحكمة، التعليم، الصحة، الأشغال العامة، الشوارع، الكهرباء، الفرضة، والمطار، وبعدها مفاوضات النفط. إذن بلغريف أوكل إليه رسميا وكتابيا بالقيام بهذه الأعمال، ولم يستولي عليه مثل ما تدعي بعض المصادر. وفي رسالة موجودة عندنا كوثيقة من الشيخ حمد يقول إلى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر: أن أوكلت الأعمال التالية إلى سكرتيرنا بلغريف، وحفيزكم لازم يكلم حفيز بلغريف، يعني أوفيس مالكم يكلم أوفيس بلغريف باللغة الدارجة ذاك الوقت. أول يوم وصل للبحرين ابتدى يكتب مذكراته في البحرين. أصبحت مذكرات بلغريف اللي هي تقريبا 12 مجلد، بلغريف كان يكتب بين 5 إلى 10 أسطر كل يوم، 365 يوم في 30 سنة. أنا قريتها صراحة مرتين، وكل مرة أقرأها أتفاجأ بأشياء جديدة، كم رهيب من المعلومات في كل شيء، في الصحة، في التعليم، في المطر، في الحر، في الأشجار، ما خلى شيء ما كتب. فإذا مذكرات بلغريف وتقارير السنوية اللي كان يرفعها إلى حكومة البحرين وإلى دار الاعتماد في البحرين، ورسائل الخاصة إلى دار الاعتماد، تعتبر مرجع موثق لدراسة أحوال البحرين من 1926 إلى 1956. هذه فترة جدا مهمة في تاريخ البحرين، هي فترة المؤسسات والدوائر والدولة، وبالتالي ممكن تعتبر مرجع. طبعا بلغريف إضافة لهذه المذكرات كتب السيرة الذاتية، وكتب كتاب سيوة واحد الإله آمون لما كان في سيوة في مصر، ونقل لنا كتاب ساحل القراصنة طلعاه من أهل واحد من الضباط اللي شاركوا في الحملة على الخليج 1820، وطبعا ترك رسومات كثيرة موجود بعضها ما زال في البحرين. مع كل هاي المسؤوليات اللي أخذها بلغريف، تقدر تستخلص من المذكرات أن الصديق الوحيد كان لبلغريف هو الشيخ حمد بن عيسى. هذا صديق الخاص بلغريف. أما المواطنين فقد اختلفوا في آرائهم وتعددت الرؤية، فهناك من كان يخاف من بلغريف، وآخرين كانوا يكرهون بلغريف ويصفونه بالمستعمر، حتى أن هذه المخاوف انتقلت بعد 15 سنة من وصوله إلى الدوائر البريطانية ذاتها. في رسالة من المقيم السياسي تشارلز جوفري براير إلى مكتب الهند في لندن في 2 مايو 1941 يقول المقيم: أنا قلق، فهذه هي الحقيقة، أصبح لا شعبية له ولا يحبه أحد غير الشيوخ، ولقد تدهور إدراكه بعد 15 سنة من العمل في أجواء مرهقة، ويبدو لي بأنه لا يسيطر على قواه العقلية، ويكره أي نقد يوجهه المواطنون، وأصبح هو ومجموعة من التجار يعتبرون أنفسهم قياصرة. هذا رأي الإنجليزي بلغريف.
هذه الرسالة تنفي رأسا اتهام الجريف بأنه هو الاستعمار، لأن هذه المطيب السياسي اللي هو أكبر قوة بريطانية سياسية في الخليج يقول عن الجريف هذا الكلام. وفعلا المقيم السياسي والدوائر البريطانية كانت تحاول في كثير من الأحيان حتى في لقاءاتهم الخاصة مع هيئة الاتحاد الوطني يتفقون معهم أن بلغريف يجب أن يرحل، لأن أصبح لا يخدم الوجود البريطاني بقدر ما كان يخدم حكومة البحرين. هذه بلغريف طبعا لما هي البحرين كان ينام فوق السطح، ما كان في تكييف، وكان اشترى كرفاية هندية اللي هي الشارباية على قولتهم، كان ينام فوق السطح. في مذكراته لا يمكن احنا نغطي كل شيء، فيها اشياء جدا حساسة فأنا تحاشيتها، في كلام احيانا شديد ايضا تركته، أخذت الأشياء اللي ممكن تجمعنا كلنا وتكون أشياء جميلة نشترك فيها. أما من يريد قراءة المفكرات أو المذكرات مالته هذا شيء آخر، يعني يتكلم عن شخصيات ووصفهم أحيانا أوصاف سيئة، وقال رأي يعتقد أنه هو رأي صريح في هذا الشيء. فابتديت أنا بمذكراته من 13 أغسطس يكتب عن إطلاق نار في القلعة. وإصابة الميجور ديلي، لأن الميجور ديلي كان موجود كم شهر قبل ما بلغريف يستلم العمل. إصابة ديلي كانت شرطي بلوشي اسمه إسماعيل على خلاف مع ضابط من الشرطة كان يستهزئ فيه، فدخل عليه وأطلع عليه النار، فرصاصة بالخطأ أصابت ديلي في إذنه وعولج في المستشفى الأمريكي. في بعض الكتابات المحلية اعتبرت هذه الإصابة اللي حصلت عشوائيا ثورة وطنية يقيدها الشرطي إسماعيل، وفي كتب تألفت على هذا الموضوع. هذا الكلام غير صحيح، لأن لا كان في ثورة ولا كان في شيء، والشخص اللي قاد الثورة غير الشرطي إسماعيل اللي ادعى أنه قاد الثورة بالسر، في رسائل تغزل في ديلي، وعرضتها أنا سابقا في مركز كانو، رويتهم الأشياء المخفية اللي تطلع بعدين وترويك الكلام اللي كان مو صحيح. فهو يقول استدعاء السفن البريطانية إلى البحرين بعد حادثة ديلي كان شيء مبالغ فيه، ما كان في داعي أنهم يدعون السفن البريطانية إلى البحرين. مذكرات بلغريف أخذها معه إلى بريطانيا، وابن عمه روبرت بلغريف ابتدى يشتغل عليه كسيرة ذاتية ومذكرات، بس للأسف توفى في 1991 فما أكمل العمل، فأخذت العائلة هذه المذكرات وعطتها جامعة إكستر في بريطانيا، فموجودة الأصلية كلها في إكستر. الثلاثاء 7 يناير 1927 يكتب بلغريف اجتماع مجلس المدينة، يقصد البلدية، اعتراض الممثلين العرب على زيارة سيرك مصري تظهر فيه فتاة تسير على الحبال المشدودة وتكشف عن كتفيها وساقيها. وكتب قاضي المنامة رسالة من عدة صفحات احتجاج. يقول بلغريف أن الإشكال الكبير أنهم جميعهم ذهبوا لمشاهدتها وأنهم جميعهم منافقون. الأربعاء 30 مارس إلى جزيرة سترة بالسيارة إلى نقطة إسكس، أنا أعتقد نقطة إسكس هذه المنطقة، ثم الحمير ثم العبرة إلى الجزيرة، وهناك جلسنا بقرب العين وتشبه واحد سيوة، وجبة الغذاء في البساتين القريبة من البحر، مكان جميل وبساتين تمتد إلى البحر. هذه كان يتكلم عن عين الرحى. 11 أبريل زيارة صباحية للميناء
ويبدو المبنى الجديد مميزا. ومن بعدها توجهت إلى قلعة البرتغال، كانت تبدو وبأنها كبيرة جدا، ومن أعلى نقطة فوقها تستطيع أن ترى البساتين والبحر الأزرق، منظر بديع. الصورة اللي تشوفونها هذه كان سكرتير البلدية علي حسين بن خلفان التميمي، ظهر اسمه في المذكرة، فرحت أنا فتش عنه، لقيت فيه أهله موجودين في البحرين، أخذت من عندهم هذه الصورة. فهذه كيف تتزاوج بعدين المعلومة مع الصور. الجمعة 15 أبريل، أعداد كبيرة من الناس جاءوا لوداع مارجوري اللي هو زوجته بتسافر. عائلة كانوا أحضروا عقد من الذهب هدية، أنا أعتقد لم يكن فيه شيء من الأناقة أو الجمال. هذه بلغريف، بلغريف دائما صريح يقول. على كل حال تستطيع بيعه في إنجلترا وإحضار هدايا لهم بالمقابل. إن عملية الهدايا هذه أمر مزعج، وفي مذكراته ولا مرة قدم هدية حق أحد أبدا، ولا مرة. الظاهر كان نوع ما بخيل، ولا مرة عزم أحد، ولا مرة شرى هدية حق أحد، حتى حق زوجته ولا مرة كتب في المذكرة أنا شريت حق مارجوري شيء، ولا مرة. شيء غريب كان. الأثنين 16 مايو، أشرفت على عودة 27 راقصة من البصرة في مايو 26. كان عندنا فرقة استعراضية راقصات من البصرة يا والبحرين، وكان بلغريف مكلف أن يشوفوا منهم كلهم غادروا البلد، ويقول أن أحد الأشخاص المهمين حاول يحتفظ بوحدة بس أنا رفضت. 28 مايو، حضر الشيخ حمد إلى منزلي ومعه الشيخ عبد الله والشيخ سلمان، النقاش عن بلدية المحرق، وكان الاقتراح أن يكون الشيخ عبد الله رئيسا للبلدية، وتحدثنا عن كيفية تعيين الأعضاء. السبت 21 مايو في المحكمة، ثم السباحة في عين عذاري بعد الظهر. هذه نفسها علي بن حسين خلفان، وهذه علي بن حسين خلفان مع إدارة البلدية في 1926. 25 مايو يقول كنت في المحكمة اليوم، عدد كبير من النساء الهاربات من أزواجهن، ويقمن مع رجال آخرين ويرفض الأزواج الطلاق، لا أعلم كيف أتعامل معهم. بعد العشاء سباحة مرة ثانية في عين عذاري. الأحد 29 مايو، انتهيت مبكرا من المكتب وذهبت إلى سترة وقمت بالسباحة في العين، ولفت ذلك أنظار الفتيات، وتغذينا في البستان ومن ثم في بيت الحاج حسن بن مرزوق. مسموح للعرب الإقامة في سترة الآن، الظاهر كانوا أول ما يصيفون في سترة في فترة معينة. السبت 4 يونيو، زيارة لأحمد بن خميس في السنابس، الإنجليز وضعوه تحت الحماية البريطانية خوفا عليه من الآخرين، أخبرني عن أحداث كثيرة أكاد أصدق ما يقول. الثلاثاء 7 يونيو، في البلدية اجتماع من أجل خلاف بين محمد طيب خنجي ومحمد شريف خان بهادر، وذلك الخلاف كان على أن محمد شريف خان بهادر يبي يبني عقاسي أو بلكونة تطل على بيت محمد طيب، فمحمد طيب كان رافض هذا الشيء، فكان الموضوع يناقش في البلدية. الجمعة 8 يوليو في السوق وبعدها سوق الطواويش، حاولت أن أرسم ما رأيته في الليل ولم أتمكن من ذلك. الخميس 4 أغسطس، اجتماع مجلس بلدية المحرق، اجتماع ناجح، ثم زيارة علي بن صقر لأشاهد اللؤلؤة المشهورة اللي وزنها 156 تشو في العصر مع الشيخ حمد إلى عذاري لمشاهدة البناء الجديد للمسجد هناك. شوف يؤرخ مسجد عذاري متى بنى. الجمعة زيارة إلى محمد شريف خان بهادر، وعرض علي جرائد تهاجم الميجور ديلي. المساء إلى الرفاع، العشاء ما كان يأكل في بيته ولا مرة، هذا شيء ثاني أنا لاحظت عليه. العشاء مع فاروق
عشاء فاخر، ثم لعبة الشطرنج مع ابن أخيها وأخته، خسرت اللعبة لكن الطبخ الإيراني كان لذيذ. فاروق اللي هو فاروق محمد عقيل اللي بيته كان مركز ابن سينا، الظاهر كان عنده بيت في الرفاع أيضا، هذه أول مرة تطلع المعلومة. الثلاثاء 19 أغسطس، اجتماع في المحرق في البلدية ثم العودة بالسفينة وزيارة للقاضي سيد عدنان رجل عاقل وطيب، وتحدثنا عن ترميم مسجد الشيعة الكبير. الخميس 11 أغسطس زيارة إلى قلعة البرتغال، معظم الوقت هناك، الجو رائع، قلعة كبيرة تحيط بها المزارع. الخميس 8 سبتمبر، هذه كلها أول سنة، زواج الشيخ مبارك ابن الشيخ حمد من ابنة الشيخ عبد الله بن عيسى. ذهبت إلى بيت الشيخ عبد الله في الصباح، كل رجال الخليفة هناك، الاستقبال في خيمة مقابل البحر، واستمعت إلى القصائد التي ألقيت وشاهدت الشيخ مبارك، ولكن لم تكون العروس هناك. التاسعة صباحا وليمة الغذاء، أطنان من الأرز والذبائح، بعدها الشاي والقهوة، بعد ذلك ذهبنا جميعا إلى حجرة العروس، وهذه كان تقليد ظاهر موجود ذاك الوقت. حجرة صغيرة في الطابق العلوي للمنزل، كل الجدران مغطاة بالحرير والمرايات والرمانات. شربنا الشاي والقهوة وغادرنا على أسواق الطبالات عند الباب. في العصر زيارة الشيخ حمد ثم بستان خليل الباكر وفيه بئر ضخمة. الجمعة 16 سبتمبر زيارة لعبد الرحمن القصيبي لشاهد اللؤلؤة، كل اللؤلؤة لديه تساوي 3000 جنيه. الأحد 20 نوفمبر اجتماع في المنامة لجمع التبرعات لإنشاء مدرسة وترميم مسجد سوق الخميس، وقد حصلت على وعد بجمع 5000 روبية، ويقصد المدرسة المباركة العلوية. الأحد 27 نوفمبر آخر اجتماع آخر لجمع التبرعات للمدرسة. الجمعة 2 ديسمبر مشيا إلى القصر مرورا بمركز التلغراف، هذه الصورة اللي تشوفونها، هذه التلغراف في الحورة أو في الحالة، هذه الطريق اللي سلكه اللي هو ساحل البحر، هذه فريج الذواودة يمر هني وبعدين يدخل على شارع القصر وهو رايح، وهذه محطة التلغراف، هذه الآن هني أشرف بعد دفان البحر صار أشرف. الخميس 8 ديسمبر سمعت إشاعة أنه لا تبحر السفينة وعلى ظهرها امرأة لوحدها، وإذا حدث ذلك عليها أحضار دجاجة عشان يكون اثنين من الإناث على ظهر السفينة. يقول ولذلك وجدت مساء الإرساليات عندما يذهبون المحرق يذهبون جماعات عشان يخلونهم يركبون اللنج. الأربعاء 14 ديسمبر جمعنا 1000 روبية لمدرسة الخميس من قرى البحري. والجمعة 16 ديسمبر ذهبت إلى الخميس لمشاهدة موقع المدرسة وعملية ترميم المسجد. الأحد 18 ديسمبر وجبة غذاء مع أحمد بن خميس في السنابس، ميرزا علي وتاجر إيراني آخر. ميرزا علي قارئ جيد للكتب الإنجليزية والأمريكية ومتميز جداً، وهو سكرتير لدى المعتمد البريطاني بارت. هنا انتهت السنة الأولى، وقام فيها بلغريف برسم صورة كاملة لمجتمع البحرين، ووضع الخطوط الرئيسية الفاصلة بين الأعداء والأصدقاء، العجم والعرب، السنة والشيعة، رجال الدين والتجار، أعضاء المجالس والمقيمين، تجار اللؤلؤ والنواخذة، كيف يتعامل في الدوائر والمحاكم والمجالس والسجون. في نهاية العام كان المستشار على استعداد لمهمته. بلغريف كان فنان وعنده تصور فني دائما للمجتمع، لما يوصف شيء أو يوصف الشخص في كل مذكراته وصف جدا دقيق لكل شخص يقابله أو لكل موقع يزوره، ممكن يعني تصوره وهو تقرأ ممكن تتصور الموقع. لذلك أنا حاولت أجيب الصور عشان تصور الأشياء اللي هو شافها أو قالها. سامع
اليوم الأول في السنة الجديدة 1928. الشيخ عيسى والشيخ حمد في مبنى دار الاعتماد بدون أي حديث. قمنا بالتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، للأسف غير موجودة التصوير. في العصر جاء الميجر هولمز أبو النفط وبصحبته الولد الصغير حسين بن علي يتيم الذي سوف يرسل إلى برايتون للدراسة. يبدو عليه أنه ولد طيب. أنا آسف على هذا الولد الذي لم يخرج قط من البحرين وسوف يواجه السفينة والقطار. لقد قاد محمد أخو علي يتيم المتوفي وسوف يتزوج أرملته. هذه تاريخ اجتماعي. 4 يناير 1928 في الصخير تحدثنا عن شارع الحكومة وكذلك تعيين أعضاء المجلس العرفي. الأحد 15 يناير ذهبت إلى عذاري، مشروع إصلاح المجرى القديم. هذه في الصخير، الفترة اللي يتكلم فيها بلغريف عن قصر الصخير. هذه سابعة داري قبل ما يصلحونه. هاي الفترة اللي يتكلم فيها. ذهبت إلى عذاري، مشروع إصلاح المجرى القديم الذي يبلغ مئات السنين. إلى 23 يناير كتبت 18 رسالة إلى شركات هندية طلب تقديم عروض لإنارة شوارع المنامة. 29 يناير الأحد حاولت إقناع مؤسسي مدرسة العلوية على نقلها إلى منطقة قريبة من المنامة فرفضوا. الثلاثاء 31 يناير اجتماع البلدية، خطابات ضد السينما ورسائل من القاضي يتهم السينما بالفجور. دافع الشيخ حمد عن السينما وقال إنه ذهب إلى السينما في لندن، وعرضنا لأول مرة في هذا الاجتماع مشروع طريق المنامة إلى المحرق اللي هو الجسر. ناقشت موضوع المدرسة الفارسية، مدرسة العجم، مع فهد البسام، وحاولت أن أحصل منه على بعض المعلومات وإذا كانت ممولة من حكومة إيران ولها أغراض سياسية. أما محمد شريف خان بهادر أكد لي ذلك. هذه مدرسة العجم، مدرسة الإصلاح. الصورة في بيت عائشة أم المؤمنين اللي كان فيه المدرسة الأولى الأمريكية سنة 1889 اللي أجريت فيه أول عملية جراحية بواسطة طبيب متخصص 1903 الدكتور تومس. في نفس البيت اللي بعدين تحول إلى مدرسة الهداية الخليفية في المنامة، اللي بعدين تحول إلى المدرسة الجعفرية قبل ما يبنون الجعفرية، اللي بعدين أصبح مدرسة عائشة أم المؤمنين. متحف كامل المفروض يحافظون عليه ويتركون فيها كل المعلومات اللي موجودة. هذه في حوش عائشة أم المؤمنين. الأربعاء 15 فبراير زارني مدير البنك تكر وطلب تحديد موقع جديد لبناء البنك. هذه البنك اللي انبنى بعدين ستاندرد تشارتر بنك يم عمارة هلال مطيري، وكان بعد جيش المال. كان مبنى جميل الصراحة من المباني القديمة، بس البلدية موجودة في نفس المنطقة الآن. الاثنين 27 فبراير وصل مفتش الكهرباء في السن ستيفنسون إلى البحرين وأرسلته حكومة الهند وطلب منه وضع مشروع كهرباء المنامة. الأربعاء 29 فبراير قمنا بإعداد خريطة التمديدات الكهربائية. الخميس 1 مارس اجتماع عام في البلدية 9 مساء الشيخ عبد الله وتجار المنامة، وطرحنا مشروع الكهرباء على أن تكون شركة مساهمة. وافق التجار على طرح أسهم بأسمائهم مقابل 15,000 روبية، وسوف تكون هذه حصة المنامة والمحرق في المستقبل. الأربعاء 7 مارس 1928 غادر ستيفنسون إلى الهند بعد تفقد المنامة والمحرق والحد، واقترح من ذاك الوقت على أن تكون التسليكات أرضية وليست عالية لأن الطرقات ضيقة في البحرين.
الأربعاء 7 نوفمبر 1928 شاي مع فاروق التاجر في منزله الجديد، منزل رائع وكبير. هذه بلغريف الشيخ عبد الله بن عيسى، المقيم السياسي البريطاني الشيخ حمد، المعتمد البريطاني الشيخ محمد بن عيسى، الشيخ سلمان بن حمد، وكل الموظفين مال البلدية وإدارات الحكومة ومكتب بلغريف كلهم موجودين. هذا كان في دار الاعتماد، كان اجتماع في دار الاعتماد السبت 15 ديسمبر 1928، إعلان عدم قبول أي مسافر من الأراضي الفارسية ما لم يحمل جواز سفر مختوم بواسطة قنصل إنجليزي، مما يعني استقلال البحرين عن مطالب إيران وتأكيد سيادتها وأنها تحت الحماية البريطانية، لأن الأول كان أي واحد يركب السفينة ويدخل البحرين على أساس أن البحرين جزء من إيران. بلغريف وضع قانون أن هذا الشيء ممنوع، ما لم تحصل على تصريح لا تدخل البلد. وكان في مفاوضات كثيرة مع تيمورتاش الوزير الأول في طهران إلى أن وافقوا على إصدار جوازات خاصة بالبحرينيين. الأحد 6 يناير وصل المفتش العام للجمارك الفارسية إلى فرضة المنامة وأخبرنا بأنه يريد التفتيش على فرضة المنامة والمحرق ومنعناه من دخول البلاد، فغادر غاضبا ومهددا بإخبار الحكومة. هذه الفترة شهدت توترات بين إيران والبحرين بخصوص التبعية والجوازات اللي تكلمنا عنها. السبت 12 يناير قدم الشيخ حمد 20,000 روبية لمدرسة الشيعة تبرع. عبد النبي بوشهري أخبر الحمالين في الفرضة عدم تنفيذ أوامر الشرطة ودفع مبالغ مقابل رخصة العمل. الشيخ يرفض الطابور العسكري والأعلام في مدرسة العجم، أما مدرسة العرب الأطفال يغنون أغاني إنجليزية ولا يعرفون معناها. الأحد 20 يناير وصل إلى البحرين قبطان الطائرات البحرية للبحث عن المكان المناسب لهبوط الطائرات البحرية. الثلاثاء 5 مارس قمت بمراجعة قانون بلدية العراق وأعدت الصياغة ليناسب بلدية البحرين. القانون الأول كتب الميجر ديكسون سنة 1919 اللي هو على الغلاف مال البرنامج. الثلاثاء 2 إبريل بلدية المحرق أهم قرار أن تلبس النساء سروال تحت التنورة لكي لا تكشف نفسها لو هبت الرياح. قرر المجلس في النهاية تغيير الاقتراح على النساء أن تلبس ملابس مناسبة. 22 أبريل ولد ابني بينما كنت أنا في المكتب، رسائل مهنئة من العرب ومن الشيخ حمد، لا أعرف ماذا كانوا سيفعلون لو كانت بنت. الجمعة 3 مايو إلى البلدية للقاء مع علي بن حسين خلفاني اللي رويتكم صورته، لاختيار موقع سوق السمك. الثلاثاء 14 مايو وصول الطائرة من بوشهر، هذه الطائرة البحرية. الأربعاء 15 مايو الطائرة تقلع وهناك قرار لبناء مطار على اليابسة مقابل البحر، لأن الطيارين يلجؤون لبيوت الإنجليز حيث لا يوجد مكان لهم لغاية الآن. لما يوصلون البحرين ما عندهم مكان، يروحون بيت بلغريف يرقدون، فضايق منهم يبون أكل فما يبقى يغديهم، فقام يطرشهم دار الاعتماد. دار الاعتماد ضايقت منهم، قام يطرشهم المشن الأمريكي، فقال لهم ليش ما تبنون لكم محل. فندق عمار الخيام اللي موجود الحين في القضيبية، هذه كان المبنى بعدين اللي سووه حق المطار البحري، فكانوا الطيارين يباتون فيه. الخميس 16 مايو في المقصب مع علي بن حسين لتفقد المقصب الذي له رصيف بحري قريب من دائرة التلغراف. هاي برايتم صورنا كلها. الخميس بعد العشاء ذهبت مع صالح إلى المنامة للاستماع للقراءة في المهتم في شهر محرم.
لم يكن هناك عدد كبير من الناس. الجمعة 4 يونيو في مأتم عبد النبي بوشهري، وبعدها إلى مأتمين آخرين للاستماع ومشاهدة حلقات العزاء. مأتم العجم يتميز بالعمارة الجميلة ومختلف عن المآتم الأخرى. الأثنين 17 يونيو المكتب مغلق ولكن اجتماع مع ناريان. هذه أول مرة يظهر اسم السكرتير ماله ناريان. الخميس 15 أغسطس 29 الطائرة البحرية، في الطائرة البحرية مع الشيخ حمد وهاو اللي هو المعتمد البريطاني في دار الاعتماد، ذهبنا جميعا إلى موقع صيد اللؤلؤ ونزلت بنا الطائرة هناك في البحر وشاهدنا سفن صيد اللؤلؤ. في طريق العودة طلب منا نأخذ أحد السفن أن نأخذ ابنه العشر سنوات معنا إلى المنامة، وفعلنا ذلك. كان الشيخ حمد مرتاح جدا من الرحلة وكذلك الصبي الصغير. السبت 17 أغسطس الطائرة البرية وصلت أمس ونزلت قرب القلعة وطارت مرة أخرى وحطت في المكان المناسب. الكثير من الناس يريدون ركوب الطائرة. التذكرة 13 روبية وثمان آنات، 10 دقائق، جمعوا 70 جنيه في يوم واحد. الاثنين 19 أغسطس قرار منع الخليفة من وضع علم البحرين على سيارتهم والسماح للشيخ حمد فقط. الاثنين 18 يوليو توجهت إلى موقع بداية الطريق البحري إلى المحرك، وقررنا مع البلدية أن تكون البداية قرب مسجد صغير اللي حين مكان مسجد كبير في رأس رمان في زاوية مبنى دار الاعتماد اللي هي السفارة البريطانية. ذهبنا إلى سطح أحد البيوت واستطعنا أن نحدد بدقة الموقع، أثار ذلك النساء وخرجنا من المنازل لمشاهدتنا. السبت 3 أغسطس وصل سير جون سامون نائب قائد القوات الجوية في طريق إلى الهند لاستلام القيادة هناك، وكان الاجتماع في دار الاعتماد وحفلة عشاء بحضور الشيخ حمد، وهناك اقتراح في أن تكون البحرين قاعدة جوية دائمة. الأربعاء 14 أغسطس اتجهت إلى مهبط الطائرات وحاولت إقناعها شراء مبنى العزل الصحي اللي هو مبنى البرلمان الآن ب 12 ألف روبية لأنه قريب من المباني التي سوف تبنى للمطار. خلينا نشوف بعض الصور. حسين رجع إلى هاي الصورة. هذه القلعة في فترة بلغريف، هذه الميجور ديلي اللي أصيب بالرصاص في القلعة. هذه دوار اللي ينبت بالجريف، هذه بيت بالجريف البحر، بنك البحرين الكويت الحين هني بالضبط، هذه السفارة البريطانية اللي كانت دار الاعتماد، وهذه الشارع اللي يبنى المحرق والباصات كانت تلف وبعدين تروح على بيت الزامل على جامع الفاضل إلى باب البحرين إلى فندق عبد النور وتلف على سينما اللولو وتوقف على البحر. كان موقف الباصات. هذه كانت النهاية لأنه ما كان في شارع الحكومة في ذلك الوقت. هذه صورة ثانية، دار الاعتماد البريطاني اللي هي حين السفارة البريطانية، هاي البحر. هني بيت الزامل كان في هاي المنطقة اللي هو حين بناية الزامل وبعده مبنى بنك البحرين الكويت. بيت بلغريف في هذه المنطقة كان. أول ما يبقى الجريف سكن في القلعة ما كان عنده بيت، بعدين بنوا له بيت. هذه بقى الجريف في المحكمة. عذاري. قبل ما ينبني شارع الحكومة.
جري ماكنزي اللي هو مركز يتيم. هذا شوف البحر كان في وين. بعدين بنى الشارع هني في هذه المنطقة. الاثنين 20 يناير 1930 المحرق انتخابات البلدية 1% فقط شاركوا في الانتخابات وكانت تجرى لأول مرة. 23 يناير أمطار غزيرة وتوقف المرور. مشرف التعليم فائق أدهم تقدم بمشروع دمج مدارس الشيعة والسنة تحت لجنة موحدة، فكرة رائعة مع استحالة التطبيق. مع ذلك يقول الاثنين 27 يناير اجتماع مع لجنة مدرسة الشيعة، اتفاق كامل على دمج اللجنة مع الأخرى، وكان الاجتماع من 9:30 إلى 1 ظهرا. الثلاثاء 28 يناير زيارة من فائق أدهم وزوجته سنية طبارة، وأنا مستانس أن بيت طبارة كلهم موجودين هنا اليوم. فتاة شابة جميلة تشبه الفرنسيات، وكانت في بيروت أكثر حرية وتمارس لعبة التنس، ولكنها عليها هنا أن تلبس العباية. خلينا نشوف إذا نحصل صورة. هاي أيضا شارع أمام قلعة البرتغال اللي يتكلم عنها جري ماكنزي. الفرضة تكلمنا عنها، قال زيارة إلى الفرضة. القصر اللي مشاله عن طريق التلغراف. سوق الطواويش اللي تكلم عنه. بلدية المحرق تكلم عنها. قلعة البرتغال مرة ثانية. مسجد الخميس. بيت فاروق تكلم عنه انه تعشى فيه. الحمالية اللي رفض عبد النبي بوشهري انه ياخذون رخصة ويدفعون ضريبة الى الحكومة في الفرضة. المبنى اللي أسس لطيران البحري، هذه مبنى المطار البحري، بعدين تحول إلى نادي للسفن الشراعية. هاي الطيارة لما كانت تنزل لما تثبر الماية توقف على الأرض، كانوا يدخلون لها من فوق، الباب مالها من السقف، ينزلون سلم ينزلون داخلها. وكانت تطير من الحبانية في العراق إلى البحرين، ومن البحرين إلى مسقط، ومن مسقط إلى كراتشي. وكثير من تجار البحرين كانوا يستخدمونها. هذه المقصب اللي تكلم عنه مع علي بن حسين التميمي، هاي كان في الحالة على البحر يا بيت الخواجة. موقف سيارات الأجرة في الفرضة. العزل اللي راح يشوفه بالجريف. هاي صور من ذيك الفترة. هذه يماته من سلوم سنية أدهم. مشكور خالد، هاي الصورة من عندك. زوجها طبعا سنين بعدين. هاي سنية أدهم لما شافها بالجريف. هذه صورة عمد خالد طبارة اللي قاعد وراكم. يناير 1932 طلاب المدرسة الجعفرية يؤدون التحية وينشدون مع فرقتهم الموسيقية في بيتي. في دار اعتماد فرق الطبالة احتفال بالسنة الجديدة. فتشوف المدرسة الجعفرية كان عندها فرقة موسيقى تنتقل إلى بيت بلغريف تأدي له التحية. الأثنين 2 مايو رعد ومطر شديد، مع أن في مايو. السبت 14 مايو وصلت الكهرباء إلى المأتم ووضعت الأضواء الملونة على الأبواب واختفت فوانيس الكيروسين. الخميس 2 يونيو بئر النفط ابتدأ بإنتاج 600 برميل يوميا. الاثنين 20 يونيو قصر القضيبية يكاد يكون جاهز وسوف ينتقل الشيخ حمد للإقامة فيه خلال 10 أيام، وإحنا شفنا صورة القصر. السبت 2 يونيو افتتاح مبنى البنك الجديد اللي راويتكم إياه، تشارتر بنك. الأربعاء 29 في القلعة تدريب الرماية للشرطة. الأحد 23 القصيب اشترى دانة 217 تشو ب3000 جنيه، سوف يبيعها ب6 أضعاف. الجمعة 28 ذهبنا جميعا إلى المحرق لنشاهد هبوط الطائرة في المطار، وصل عليها الميجر هولمز ومحمد يتيم، الباقين في طريقهم إلى الهند. الجمعة 4 نوفمبر وصل محمد علي زين من باريس بالطائرة، سوف يشتري اللؤلؤ، كل عام يشتري بمبلغ 400 ألف جنيه.
محمد علي زينه صاحب مدارس الفلاح اللي كان في جدة، وهو من المؤسسين للهداية الخليفية. الجمعة 9 ديسمبر 1932 توفى الشيخ عيسى بن علي، ودفن الشيخ قبل أن نصل إلى المحرق، وكذلك الشيخ حمد. وصل متأخرا الآلاف من الناس، رجال ونساء، في المقبرة وحول بيت الشيخ. الثلاثاء 13 ديسمبر تلغراف من حكومة الهند تعترف بالشيخ حمد حاكما للبحرين. 1933 مذكرات مفقودة ما عدا شهر نوفمبر وديسمبر. فننتقل إلى 35، الأحد 14 أبريل 1935، زكاة محمد طيب في 16 محرم. ازدحام شديد وموتى أطفال ونساء. أنا والدكتور هولمز والدكتور ستورم والنواطير وهينغ من المستشفى الأمريكي استطعنا بمساعدة السكان المحليين من إخلاء 66 حالة وفاة، ومئات الجرحى إلى المستشفى الأمريكي داسوا على بعضهم. كانت مأساة دفن كل هذا العدد في يوم واحد. لجنة التحقيق في البلدية، والنهاية مشيئة الله. نظرا لكثرة اليوميات والأحداث، فأني سوف أضطر إلى أن أترك بعض السنين وأركز الباقي على أحداث هامة كتب عنها بالغري في مذكراته الخاصة وسوف تذكر لأول مرة. الأحد 20 سبتمبر 1953، حسب الرواية المحلية تقول أن بالغريف كان وراء الأحداث الطائفية في سنة 1953. المذكرات تقول: 10 محرم، أحداث مؤسفة. كنت أنا والشيخ خليفة بن حمد رئيس الشرطة قرب الميدان غرب البلدة، وسمعنا عن أحداث قرب الباقشة اللي هي مدرسة الزهرة. أخذنا سيارة لوري وتوجهنا إلى هناك. كانت هناك مشاجرات في كل مكان، ووجدت الشرطة تضرب الناس دون تمييز، وسمعت طلقات رصاص كانت صادرة من شرطة دار الاعتماد. دار الاعتماد في ذاك الوقت كانت يم المستشفى الأمريكي اللي بعدين صار دارة الكهرباء، لأن سنة 1950 طاح السقف مال مبنى دار الاعتماد اللي هو السفارة البريطانية الآن، فانتقلوا مؤقتا إلى هذا المبنى إلى أن بنوا السقف من جديد. دار الاعتماد الشرطة أطلقوا النار لأنهم اعتقدوا أن الناس تهاجم دار الاعتماد. المواجهة بدأت من قبل شباب المحرق، والشرطة كانت بجانبهم. أوقفت خروج المآتم الأخرى، وكانت الفوضى وعدم النظام سمة واضحة على الشرطة. بعد أن هدأت المنامة سمعنا أن أهالي المحرق يهاجمون الباصات القادمة إلى المنامة، وهناك صبي مطعون وجرحى. يوم أسود في تاريخ البحرين، إضراب عام غدا، الأربعاء 23 مارس 1954، المحرق في استقبال الملك فيصل العراق. الملك في لباس عسكري وعبد الإله مرافق له وعدد كبير من الوزراء إلى القصر، ثم عشاء في الرفاع. أهدى الشيخ سلمان سيف وخنجر ذهبي إلى كل من الملك وعبد الإله. الأحد 11 أبريل زيارة الملك سعود بالطائرة، زينة في الشوارع واحتفالات في القصر والرفاع وبيت القصيبي في الرفاع. زيارة إلى عذاري، غذاء في القصر، ثم زيارة إلى المحرق، استعراض الرياضي من المدارس بعد العشاء في بيت المقيم السياسي، حفلة في الحديقة المائية، وأشعار وزينة في كل مكان. ممثلين عن الجالية الهندية وصلوا وألقوا الخطابات. هديتي كانت سيف ذهب، وابني خنجر ذهب ولباس عربي، وزوجتي خاتم جميل. من البحرين غادر الملك سعود إلى كراتشي. خلنا نشوف بعض الصور. هاي الملك فيصل في البحرين، هاي الملك سعود لما وصل إلى البحرين، الملك فيصل وعبد الإله وياهم نور السعيد. ملك فيصل، الشيخ سلمان، المعتمد البريطاني. شوف اللبس اللي كان حتى مسموح بهذاك الأيام. هاي زوجة المعتمد في ديوان الشيخ سلمان. يعود بالغريف يوم الثلاثاء 22 يونيو 1954، ويقول: محاكمة المتهم في قتل رجل من سترة.
في الأحداث الطائفية في مصنع التكرير الخميس 24 مرة أخرى محكمة بخصوص نفس القضية، هذه المرة في قاعة القلعة لكي نستطيع توفير المكان للحضور. الأربعاء 30 يونيو صدر الحكم في قضية سترة، وخرجت مظاهرة من المحكمة وأغلقت السوق وتوجهوا من هناك إلى مبنى دار الاعتماد، وكل ذلك بسبب الحكم على أفراد من سترة بالسجن. الخميس 1 يوليو اتصال من الشيخ خليفة اللي هو في الشرطة يقول القلعة محاصرة وأنا في داخلها وسمعت إطلاق رصاص من البرج، استطعت رؤية جثث على الأرض و38 من الشرطة أطلقوا النار. تشكيل لجنة تحقيق والقتلى أخذوا إلى دار الاعتماد بعد ملفوهم بالعلم البريطاني يطالبون الحماية البريطانية. الأحد 4 يوليو 1954 إضراب شامل، 2500 من عمال النفط لم يحضروا. قائد الشرطة الشيخ خليفة سوف يغادر إلى أوروبا، عبد الكريم بن جاسم إلى العراق، منصور العريض إلى بيروت. يقول كلهم شردوا وخلوا المسألة علي. قدم لي حسن مدافع مطالب الهيئة الوطنية والتي اعتقد لن تلاقي أي ترحيب رسمي. الأحد 19 سبتمبر أمر رسمي بمقاطعة ومنع إرسال إذاعة صوت العرب. الثلاثاء 26 أكتوبر سمعت عن أسماء الأشخاص الذين سوف يقدمون مطالب أو ميثاق الهيئة مجموعة من المبهدلين. هذا كان رأيي الشخصي. السبت 30 أكتوبر اجتماع رسمي ومناقشة مطالب الهيئة التي قدمت بواسطة صاحب محل صغير لبيع الدخان ومفلس آخر من الحد، يقصد العليوات وبن موسى. كان القبول بها يعني مشاركة المواطنين في الإدارة السياسية والحكم. الاثنين 8 نوفمبر اجتماع حاشد للهيئة والغالبية حمالين. لقد تطورت الأمور إلى أن وصلنا إلى محاكمة أعضاء مكتب الهيئة ونفيهم وسجنهم، وهذا موضوع آخر احنا ناقشناه قبل في قصة الهيئة. الاثنين 1955 2 مايو 3:30 صباحا مدير الشرطة يتصل ليخبرني بأن الخطوط الجوية البريطانية أخبرته احتمال وصول رئيس وزراء مصر، وذهبت إلى الرفاع ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاستقبال. 8 صباحا وصل ناصر رئيس الوزراء، يسميه هو رئيس الوزراء، ومعه الميجور سالم الميجور الراقص، يقصد صلاح سالم، وأمين عام جامعة العربية عبد الخالق حسونة. لقد بدا جمال عبد الناصر لطيفا وأمين عام الجامعة العربية أوروبية المظهر. وصل في آخر لحظة عبد الرحمن الباكر ومعه اثنان، وتحدث إلى جمال عبد الناصر بضع كلمات وغادر الجميع بعد نصف ساعة. جمال عبد الناصر كان جاي من باندونغ من اجتماع عدم الانحياز اللي كان في أبريل 55، وحسب الرواية المحلية أن الجسر أغلق عشان ما حد يروح من المنامة يقابل جمال عبد الناصر، بينما المحرق عرفه فخرجوا كلهم إلى المطار، والباكر والشملان وصلوا آخر لحظة. هذه بلغريف في أحد سفراته من المطار القديم. الهيئة عبد الرحمن الباكر، الهيئة في مسجد المنامة مسجد العيد، هذه الباكر وهذه الشملان، مرة ثانية الهيئة. بعد 56 ابتدى على مصر يرفع في المظاهرات لأن أحداث العدوان الثلاثي، فتحول الخطاب من خطاب وطني محلي ومطالب إصلاحية إلى خطاب قومي عروبي يطالب برحيل الاستعمار. لذلك رفعوا صورة جمال عبد الناصر، وإذا تذكرون هذه بدرية خلفان العيد، مظاهرات في مسجد العيد. الخميس 11 أبريل 1957 نأتي إلى النهاية، في المستشفى لفحص المثانة، وأخبرني الطبيب بالتوجه إلى لندن للعلاج.
الجمعة 19 أبريل 1957 في لندن، هدية من الشيخ سلمان 10,000 جنيه و5,000 جنيه لزوجتي، وما أتى جنيه شهريا لي و100 جنيه لزوجتي من أول مايو 1957، ومبلغ 58,000 روبية تقاعد وأتعاب ونفقات مغادرة 20,000 روبية، ومبلغ 16,650 روبية لزوجتي تغطي فترة 6 أشهر. شوف البخل، يقول دفع ضريبة على ذلك 1,200 جنيه. بصورة عامة، بعد ما تقرأ مذكرات بالغريف وتتمعن فيها، وصراحة جدا شيقة مذكرات، يبدو بالغريف المذكرات بأنه دقيق في رصد الأحداث وكذلك ذكرها، ويقارب الواقع في وصف شخصيات المذكرات، بل ويهزأ بالغالبية منها. لذلك أنا ما جبت كثير من الكلام اللي قاله. بدا لي بأنه متكبر ويعتقد أنه الوحيد الملم بكل شيء، وغالبا ما يطعن في آراء الآخرين حتى الإنجليز. رجل بخيل، لم أجد أنه تبرع أو شرى هدية حتى إلى زوجته، أو صرف مبلغ أو أقام حفلة في بيته. دائم الأكل في بيوت الآخرين، ابتداء من منازل الشيوخ ثم الإنجليز ثم التجار. لم أجد الحس الاستعماري أو الميول إلى بريطانيا، فلقد كان موظفا مخلصا للشيخ حمد وينجز عمله بكل دقة. ولقد حذفت كثير من أسطر المذكرات لأنها تتناول شخصيات كثيرة محلية وبصورة فيها استهزاء وحماقة وكثير من الكراهية في بعض الأحيان، ومع ذلك تبقى هذه المذكرات والتقارير السنوية مرجعا هاما للفترة من 1926-56. خلنا نشوف الصور الباقية. هذه بالغريف في المستشفى قبل أن يغادر، في مستشفى النعيم. هاي المغادرة، هاي هو طبعا كان موجود في كل شيء في كل مكان. هاي في بيته، كان جدا مهتم بالحدائق. طبعا احنا ما ننسى انه هو اسس حديقة البديع اللي كانت حديقة تجارب للحيوانات وللزراعة، وكان يجيب الاشجار من كل مكان يجربها في البحرين، حتى في ورد المستشار اللي هو اوليندر، كانت شوارع البحرين كلها مزروعة الاوليندر، وحتى حصان ماله سماه اوليندر. هذه ايضا بالغريف، هذه لها قصة. لما شفت أنا هذه الصورة ما عرفت شو المقصود منها. ليش بالغريف في الفرضة وسيارات تحمل أحواض سباحة؟ طلع الله يسلمك أن الشيخ حمد لما كان في لندن سبح في بانيو في عجبان في 36، فطلب 6 يابوهم إلى البحرين وركبوهم في قصر القضيبية، فلذلك بالغريف يستلمهم في الفرضة. هذه حادثة البلدية، سباق الخيل، كان بالغريف المسؤول عن ترتيب سباق الخيل اللي هو عند إذاعة البحرين القديمة، في القسم الداخلي في القضيبية، واللي واقف يمي يوسف الشراوي. يوسف الشراوي كان الولد المدلل لبالغريف بعد جيمس بالغريف، كان 24 ساعة في بيته، وكان ما يحب لأنه يقول ينام دائما على الكنبة مالتي يخربها. والغريب انه هو لما جاء يسافر رشح يوسف الشراوي انه يستلم مستشار حكومة البحرين، بس طبعا المنصب ما حصله يوسف الشراوي. طبارة مرة ثانية، وفيقة طبارة وليدي بالغريف، مدرسة الزهراء، فاطمة الزهراء. هذه المسجد بوزيداني اللي رمموه مع المدرسة العلوية، بالغريف مع دكتور سنو في النعيم، هاي دكتور سنو. الشرطة، بالغريف مع بلال يدور على المنامة كلها على الحصان. بالغريف يستعرض الشرطة، الفرقة الموسيقية. هذه لما نقل العزل الصحي من القضيبية إلى قلعة بوماهر، أصبحت قلعة بوماهر هي العزل الصحي، وهي صناديق المعزولين بيحاولونهم يحطونها في بوماهر.
وكان بماهر ساكنين فيها بلوش، فلما حبوا يسوونها عزل صحي عرضوا عليهم فلوس او ارض فاختاروا البسيتين، فلذلك في مجموعه كبيره من البلوش مقيمه في البسيتين. هذه 56 شارع بلغريف. بلغريف في الرفاع مع زوجته في سيارته المشهوره، فهو حط علم البحرين. أنور السادات لما وصل البحرين، يقول أن أنور السادات لما وصل البحرين كان لابس بدلة بيضاء، وكان يوم في مطر فشالوها المحرق على كتفه وطاح في النقعة، فتوسخت البدلة وما كان عنده غيرها، فكان كلش زعلان، قعد بالهاف إلى أن غسلوا البدلة ونظفوها إلى أن راح سلم على الشيخ سلمان. البلدية سباق السيارات كان ايضا ينظم بلغريف في العوالي. عين السفاحيه في النبي صالح، فرقه الهجانه، هو كان اصلا من فرقه الهجانه، فسوى فرقه الهجانه في الحرب العالميه الثانيه في البحرين، هذه الخياله بعدين بنشوف الهجانه، والشرطه في المنامه. بلغريف يستعرض الشرطه في القلعه. زوجة بلغريف في المدرسة مشرفة على التعليم، بلغريف في القلعة في المكتب شيخ سلمان، بلغريف المدرسة الشرقية. كنت تقول لي عن المدرسة الشرقية، من اللي كان يقول لي مو بإبراهيم، إبراهيم ما كان، إبراهيم ما لحق على الشرقية لأنه أصغر، إبراهيم لحق على الثانوية بس. الحلي، الحلي كان في المدرسة الشرقية، وهذه المدرسة الشرقية في شارع الشيخ عبد الله، وكان قدامها مبنى المعارف اللي كان فيه أحمد العمران. هذه فرقة الهجان اللي سواها بلغريف عشان تحمي مناطق النفط أيام الحرب العالمية الثانية، وحط مدافع مضادة للطائرات في نفس المنطقة. بلغريف مع يوسف الشراوي أحمد العمران في المبنى اللي مقابل للمدرسة الشرقية دائرة المعارف. المطر اللي ذكره بلغريف انه توقف المرور وغطى المنامه كلها، هذه بيت بلغريف مع الحديقه. عزيمه في الصخير مع الشيخ حمد مع زوجته، ونعتقد هذه ابنه جيمس بلغريف. ملك فيصل مع عبد الاله، هذه الخميس، شوفوا اليوم الخميس وشوفوا كيف فات. هذه بوزيدان اللي تشوفونه، هذه بوزيدان، وهذا البستان موجود قليل من الآن، هاي تابع للديوان الملكي هذا البستان. بلغريف مع الشيخ سلمان تحت مبنى مستشفى النعيم، بلغريف على الخيل، جسر المحرق، مبنى الشرطة، استعراض الشرطة، يجون من القلعة إلى بيت بلغريف ويرجعون مرة ثانية. ونفس الشيء كانوا المساجين، ما ادري من منكم شافهم، بالسلاسل مالتهم يودونهم من القلعه يمشون الى بيت بلغريف، ينظفون ويخمون بيت بلغريف ويرجعونهم، فالاهالي كانوا يعرفون ان المسجونين من اهاليهم بيطوفون، فيوقفون لهم على الشارع ينتظرون. بلغريف مع سياره اسعاف وفي مستشفى النعيم. بلغريف يرسم مرة ثانية طبارة، أستاذ سعيد طبارة في مدرسة الصناعة مع بلغريف. سوق الخميس مع الشرطة. على الفرقة الموسيقية، يقول الفرقة الموسيقية لما وصل بارجة إلى البحرين راح الشيخ حمد، وأول ما ركب البارجة عزفوا له موسيقى، قال شنو دي؟ قال له بلغريف هذه سلام، سلام الملكي. قال احنا بعد نبغي، فيقول كتبت الى الهند بلغه بابو لانجويج عشان يبون لي الات. يقول بتزور حصلت الالات، لما جت الالات الشرطه ما يقرون النوته، فجبت جراموفون حطيته في القلعه وشغلت لهم موسيقى اسبانيه، فعرفوها صار السلام البحريني. هذه بلغريف في عين قصاري، وبعدين عين الدوبية. كان دائما مع الناس يختلط، مع الهجانة. أنور السادات في البحرين يخطب مع إبراهيم كانو، لما هذه كان لما وصل أنور السادات لما طيحوه في النقعة
باب البحرين طبعا هاي من تأسيس بلغريف. بلغريف يحب النكتايات، كان دائما شارع عداري بعد ما صلحوا المجرى. بلغريف سفينة مع الشيخ سلمان. شكرا.